هل أصبح العالم أقرب إلى نهايته بحرب نووية أكثر من أي وقت مضى؟ ساعة القيامة أصبحت الآن 90 ثانية قبل ساعة النهاية، وتكون بذلك أقرب من أي وقت مضى لهذا التوقيت منذ إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية. الساعة هي مؤشر مجازي عن الأخطار الكارثية التي تهدد البشرية كالأسلحة النووية، وكانت في أبعد حالتها ب 17 دقيقة في أوائل التسعينيات بعد انتهاء الحرب الباردة. لكن لماذا ضبطت ساعة القيامة على توقيت قريب من النهاية؟ كلمة السر تكمن في الحرب في أوكرانيا وما رافقها منذ اليوم الأول من تهديدات روسية نووية تقابلها استعدادات من حلف الناتو بالدرجة الأولى لمواجهة تلك التهديدات. الرئيس الروسي بوتين لوح في أكثر من مناسبة خلال هذه الحرب باستخدام ترسانته النووية ما بين تهديدات لدول الناتو بالصواريخ النووية بعيدة المدى أو استخدام القنابل النووية التكتيكية لتدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية الحيوية. ومنذ اليوم الأول للحرب حاولت دول الناتو تجنب تقديم أسلحة هجومية لأوكرانيا وحرصت على أن تكون دفاعية بالدرجة الأولى لكي لا تصبح طرفاً مباشراً في المواجهة مع الوقت، لكن مسار الحرب دفع تلك الدول بالبدء بتقديم أسلحة ذات طابع هجومي كالدبابات القتالية وصولاً إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية قد تغير مسار الحرب. الروس لمحوا في أكثر من مناسبة هنا بأن تقديم مثل تلك الأسلحة الفعالة لأوكرانيا ووقوع خسائر في طرفهم يعني أن المواجهة المباشرة بين أهم القوى النووية في العالم واقعة لا محالة.